واعتلى جبل النور تفاؤلا، وهو صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل بالأسماء، كان يحب التفاؤل بالأسماء. ولذلك في صلح الحديبية قال: من وافد القوم؟ من وافد القوم؟ قال: سهير بن عمرو الدوسي. قالوا، قال: من وافد القوم؟ قالوا: سهيل بن عمرو الدوسي. فقال: الأمر مسهل إن شاء الله، الأمر مسهل. فيتفاءل صلى الله عليه وسلم بالأمر. وذلك إذا رأيت في في منامك، في المنام، ولما تقص الرؤيا على معبريها لا تنسى ذكر الأسماء، تقول: رأيت في المنام البلد الفلاني والشخص الفلاني، واحد اسمه فلان، والمكان الفلاني، وهكذا. يعني تذكر الأسماء، لأن الأسماء تعين المعبرة على تعبير رؤياك. ما تقول رأيت شفت واحد من الناس، أو أنه بغي يستر عليهم، زايد على الطواعة، ما بغي خبره، لا، أقول لعلها تأويلها حسن. نعم. فصلى الله عليه وسلم اختار جبلا اسمه جبل النور.